مرحبا بكم على قناة تجارب دكتور فريديات. في هذا الفيديو بغيت نتكلم على واحد مشكل خيب 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 بزاف عندنا في الجامعات المغربية ديالنا. للأسف واحد النوع من الأساتذة الجامعيين المتسلطين يعني السيبين يعني بواحد هاد الألفاظ جميع الألفاظ الخيبة ممكن نقولوها عليهم. أنا ما كنعممش كنهضر على البعض من الأساتذة الجامعيين، وأنا شخصيا درست عندهم وكاين اساتذه وحدين اخرين اللي ما درستش عندهم ولكن سمعت عليهم اشنو داروا. يعني ما كيهموش، كاين شي اساتذه واحد النوع ديال الاساتذه ما كيهموش يعني الطالب، ما كيهموش الدراسه ديالو، يعني المستقبل ديال هذاك الطالب، المسار الدراسي ديالو ممكن انه يدمروا ليه في 5 دقائق، لا يهمه في شيء. ممكن انه الطالب ضرب تماره مع 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 مثلا هذاك الموديل كيقرا ليه ليل ونهار، يعني طالب في المستوى. انا قراه معايا واحد الصديق ديالي يعني في المستوى، يعني السيد يعني كما كنقولوا شاد مزيان وتا الدراسه ديالو منظمه، ويعني واحد السيد ما شاء الله. في الاخر يعني استاذ استاذ خرج عليه ما خداش ليسونس بسبب انه شد معه الضد. يعني احنا كنعرفوا ان هذاك الطالب انه كان يعني المستوى ديالو متقارب معنا بحاله، ويعني وحتى في الخدمه اللي خدمنا يعني في ليكزامان يعني ماشي حاجه اللي شي فرق كبير بيننا وبينه، نفس تقريبا الاجوبه لاننا كنبريباريو مجموعين، ولكن بسبب هذاك السيبه ديال هذاك السيد يعني استق انه رجع هذاك الطالب حتى انه صافي في الاخير يعني كنقولوا كما كنقولوا ابوندونا، صافي مشى وما كملش حتى الاجازه ديالو. طالبه اخرى درست معايا في الماستر حنايا مجموعه منا كان عندنا اني ريزيرف، يعني حنا بقى لنا عام واحد اخر خصنا بحال الاجازه عفوا الماستر فيها 2 سنين، حنا درنا 3 سنين في الماستر. هي بوحدها اللي ماشي بوحدها، واحد القله قليله ما بقاش عندهم ديك لاني دي ريزيرف. يعني الانسانه كما كنقولوا كتخدم اجور، يعني انسان النيفو ديالها طالع، مشات بقى فاليدات كاع لي موديل، بقى ليها غير البي اف او. البي اف او من زهرها طاحت مع واحد الاستاذ من هذا النوع اللي كنهضر عليه في هذا الفيديو، واحد الاستاذ اللي يعني لا علاقه مع 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 التدريس، لا علاقه مع الاخلاق، لا علاقه مع هذيك المهنه اللي كيمارس. شنو دار لها؟ رجع على شي حوايج اللي بساط، شي حوايج اللي مثلا اللي كان ممكن انه يقول لها غير صحيهم وصافي ويدوزها، شي حوايج اللي بساط في البي اف او ديالها، غير شي حاجه ما كتبهاش مقاده، غير شي فكره غلطات فيها، استق مرجعها واحد العدد ديال الشهور، ربما 4 شهور ولا 5 شهور. في الاخر صافي السيده يعني ما قدرتش انها ترجع، والماستر ديالها ما خداتوش. وكاينه مجموعه كبيره من 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 الاصدقاء اللي كنشوفهم واللي سمعت عليهم واللي صحابي اللي قرب مني، يعني سبابهم واحد الاستاذ، ما واحد الاستاذ بغى فيهم الخدمه صافي، وما كاينش اللي غيحاسبه، ما كاينش اللي غيحاسبه على هذاك العمل الشنيع اللي دار. لان باش انك واحد الطالب يكون متميز، وما يكونش متميز، يكون كيحاول ولا براسو ماشي شغله في داك الطالب، وفي الاخر نتايا يعني ما تعطيهش حقه وتخرج عليه وما تخليهش يكمل الاجازه ديالو ولا ما يكملش الماستر ديالو. يعني راه هذه راه واحد نقول واحد القباحه، واحد صاره عندنا في المغرب صراحه، ما كاينش بحالها في العالم كامل. في العالم كامل كتلقى اساتذه يعني بجنب الطلاب ديالهم، يعني الطلبه يعني كيستشروا مع دوك الاستاذ فاش ما في الاساتذه ديالهم فاش ما كان، كيعاونوهم في اي حاجه بغاوها، يعني متواضعين معهم. وحنايا عندنا واحد الاساتذه يعني كيحسوا بروسهم انهم هما كلشي في هاد في هاد في هاد في هاد المغرب. والمشكل انه كنلاحظ واحد القضيه، ربما اغلب الطلبه اللي كيسمعوني دابا غادي يتفقوا معايا، كنلاحظ واحد القضيه ان اكثريه غالبا الاساتذه اللي كيكونوا النيفو ديالهم طالع كيكونوا متواضعين، والاساتذه اللي كيكونوا النيفو ديالهم طيح
كيكونوا متكبرين وقباح ومشينا القبح ما ماشي داك المعنى ديال القبح يعني ضاصرين بهذا المعنى ضاصرين ضاصرين وخني هو ديالو راه طايح ونذكر هنايا باش نهضر شويه على الاساتذه الجامعيين ديالنا باش نهضر عليهم بايجابيه غنذكر هنايا بعض الاساتذه اللي قراوني انا شخصيا وكانوا يعني نعمل استاذ نعمل استاذ كان انا كنتذكر الاستاذ سي احمد الاسفاري الاسفاري انا قريت على الاستاذ احمد الاسفاري قليل ربما اللي ما كان حنا كنعرفوا ان بحال هاد الناس هادو ما كيكونوش معروفين هاد الاستاذ احمد الاسفاري اللي عنده واحد الموقع في الانترنت غتكتبوا احمد الاسفاري غادي يخرج لكم الموقع ديالو عنده مجموعه من الكتب مجموعه من 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 المقالات العلميه يعني السيد عامر بزاف قريت عنده لدرجه انه فاش كتدخل عنده الحصه ديالو ما محتاجش انك تقرا في الدار صافي غادي تدخل عنده غادي تفهم كل شيء غادي تخرج يعني ما محتاجش انك تقرا شي حاجه في الدار ما محتاجش انك تبريباري الا بغيتي تبريباري غير باش تعقل على داك الشيء اما باش تفهم صافي راك فهمتي عنده ما كيدوزش الحاجه حتى كيكون مقادها 100% هاد الاستاذ هذا شنو بغيت علاش جبدته دابا بغيت نشكر اولا وثانيا بغيت نقول عليه واحد القضيه انه الامتحان ديالو كيحطو بواحد البساطه بمكان واحد البساطه داك الشيء اللي قراك غيحطو لك واحد البساطه استاذ اخر ثاني استاذ هذا ربما كاين شي وحدين اللي غادي ما عندوش معاه ولكن انا شخصيا يعني كيبان لي انه استاذ في المستوى استاذ العبيدي ما عرفتش الكنيه السميه ديالو الاسم الاول هذا الاستاذ هذا قريت عنده اولا هذا الاستاذ هذا اولا عنده 5 دكتورات ماشي دكتوره واحده اللي دخل بها كاين الاستاذ اللي دخل دكتوره واحده بقى بدكتوره واحده درس 30 عام وبقى عنده دكتوره واحده يعني ما بقاش قرا اما هذا يعني 5 دكتورات تبارك الله ودكتورات في واحد المواضيع في واحد المجالات اللي هو كلهم في المعطى ولكن في مجالات مختلفين عرفتي باش دير دكتورات في مجالات مختلفين في المات يعني راه خصك تكون واحد خصك تكون نابغه عنده دكتوره في 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 في, في, في المنطق دكتوره في المنطق وقليل في العالم اللي عنده دكتوره في المنطق هذا عنده دكتوره في المنطق عنده دكتوره في يعني في مجالات اخرى مشاو لي من بالي ولكن عنده دكتورات في واحد المجالات صحاح بزاف في المات هذا السيد هذا يعني كان كيقرينا بواحد البساطة ما كيبقاش يعني يتكبر عليك ولا بالعكس كيقريك بواحد البساطة كيقريك بواحد الحرفية كبيرة وحتى هو إلا دخلتي عنده صافي غادي تفهم كنت أكد أنك غادي تفهم لانه ما كيبقاش بحال شي بعض الاساتذه كيبقى يدخل ويخرج في الهضره وماشي مشكل انك توحل كاين الاساتذه الجامعيه اللي كيوحلوا وكاين الطلبه اللي كيبقاو ينقصوا من هذوك الاساتذه الجامعيه لانه موحلوا في شي سؤال بالعكس عادي جدا لان هذاك راه حتى هو انسان ومزيان انه شي ملي غادي يوحل عرفوا انه فعلا باغي يعطيك شي حاجه صحيحه اما اللي كيبقى غير غادي ربما الا رديتي معاه البال غادي تلقاه انه كيدوز دي باساج اللي ما عارفهمش هو ما فاهمهمش غير كيدوزهم هاد الاستاذ هذا يعني لي باساج كلهم صحاح يعني الديمونستراسيون ديالو صحيحه كلشي عنده يعني يمكن ما كنقولوا مغيز وفي الاخير كيحط لك امتحان حتى هو في المستوى هو شويه قاصح في التصحيح لان بحكم ان انا كنظن بحكم ان الدكتوره اللي عنده في المنطق يعني باش تكون عندك دكتوره في المنطق ما غاديش تكون حتى في التصحيح ما غاديش تكون كتقبل اي حاجه يعني اي واحد غادي مثلا غير بلاصه الناس اللي كيعرفوا المات مزيان في بلاصه كالكوسوا غادي تحط ليه مثلا اللي اكزيست راه ما يقبلش منك شي طريقه ديال الكتابه ما كتبتيهاش منطقيه ما غاديش يقبلها منك يعني بحال هاد الامور هادو كاينين يعني بغيت نقول انه كاينين بزاف ديال الاساتذه اللي جامعيين اللي في المستوى ويستحقوا منا الاحترام ونزيدكم معلومه اخرى هذا الاستاذ هذا اللي درست عنده الثاني الاسم ديالو كما قلنا العبيدي هذا راه خدا دكتوراه مع عالم الرياضيات
اللي الاسم ديالو شوارز ومعروف شوارز انيغاليتي دو شوارز معروفه. هاد شوارز هذا راه كان هو الاستاذ ديال هاد العبيدي، ومع ذلك السيد يعني متواضع جدا، وبالعكس قرونا اساتذه وحدين اخرين اللي النيفو ديالهم بين انه طيح. قرانا واحد، انا عاقل انه قرانا واحد يعني كياخذ واحد الكتاب فيه الحلول، كياخذ لك اكزيرسيس من داك الكتاب وكيعطيه لك وعنده الحل، وفي نفس الوقت هذاك الحل مظهر معاه وما فاهموش، وبعد ما راه تيكتب شي حاجه هو ما فاهمهاش غير كيدوز. وفي الاخير ماشي مشكل هذا، نقدروا حنايا كاملين كنتعاونوا، كنا معاه كنتعاونوا معاه، بعض المرات كنقول له لا راه ماشي هذيك، راه خصك دير لها بحال هكا، ماشي مشكل هذا الشيء. ولكن المشكل في الاخير انه نهار ليكزامان كيحط لك واحد ليكزامان يعني صعيب بزاف، وكيبقى يتفلسف عليك نهار ليكزامان، وكيبقى يعني كيبقى يحط في النقاط طايحين بزاف، كيقول لك انتم ما كتقراوش، انتم هادي وانتم هادي. يعني هاد الأساتذة الجامعيين بغيت نوصل لهم واحد الرساله، هذاك الطالب هذاك اللي غادي تخرج عليه لانك ما صححتيش ليه، هذا مشكل اخر ثاني ديال التصحيح. كاينين بعض الجامعات بعض الشعب اللي ما كيصحوش بحال القانون مثلا، كاينين بعض الاساتذه اللي عندهم العدد كثير في الشعب ديال القانون ولا في الشعب ديال الاقتصاد مثلا في الاكونومي، ما كيصحوش الاوراق. يعني انا كنعرف شخصيا الطلبه اللي عاودوا لي على هذا الشيء هذا، ان الاساتذه ديالهم ما كيصحوش. يعني وباش تعرف انهم ما كيصحوش، باين انه مثلا شي طالب كيكون خرج قال الاصدقاء ديالو نهار ليكزامان انه صافي ما غاديش يفاليدي، هو براسو عارف راسو شنو دار، في الاخير كيحط كيلقى انه جاب شي نقطه مزيانه، وكاين العكس ثاني، كاين اللي واحد خدم وضرب تماره ومتاكد من الاجواء ديالو في الاخر كيلقى نقطه يعني طايحه. وكاين ثاني، انا علاش كنهضر على بهذه الطريقه هذه، لانه راه كان عندي احتكاك بزاف مع 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 الاساتذه، ولحد الان عندي احتكاك كنشوف كيفاش حتى الطريقه باش كيصحوا. تخيل ان واحد كيصحح الماط يعني الماط خصك تركز مع 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 مع, مع الورقه مزيان. تخيل ان ورقه يعني عامره فيها جميع الصفحات تقريبا عامرين، 4 صفحات عامرين، وكيدوز فيها 3 دقائق 4 دقائق، يعني ما بواحد السرعه كبيره كيصحح. ما باش عرفتي ان هذاك لا ريبونس مثلا اللي ضربتي عليها راه ما قريتيهاش مزيان وكتضرب عليها وكدوز، يعني هذيك عندك بسهوله انت تضرب على 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 على, على سؤال ودوز وتصافي يعني ويدبر راسو داك الطالب ويقدر يمشي ما يكملش بسبب هذيك النقطه اللي عطيتيه. ما بغيتش نقول شي كلمه اللي تقيس الاساتذه الاخرين اللي عندهم وعي، اللي كنشكرهم اللي عاونونا بزاف، حتى يعني حتى فهمنا بزاف ديال الامور. اما الاساتذه الاخرين حتى حنا كنتحملوا المسؤوليه ديال هذا الشيء هذا، لان الطلبه كيشوفوا ان واحد الاستاذ راه كيظلمهم، واحد الاستاذ راه ما باغيش يخدم، راه فاش كيجي لونفي راه ما باغيش يقري، وفي نفس الوقت يعني كيبقاو ساكتين ما كيحاولوش حتى يديروا حتى ادنى رده فعل. يعني حتى الطلبه يعني كي يعني عندهم واحد كما كنقولوا واحد القدر ديال المسؤوليه، فهادشي حتى هما كيتحملوا المسؤوليه.